السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله الشيخ مصطفى، ربنا يرفع من قدرك وينور قلبك بنور إيمان الله. ولك بمثل، تفضل. شاب متزوج وعنده أولاد ويحمل من الديون الكثير ومسؤول عن دين أبوه الله يرحمه رحمة واسعة، دين كبير. فهل يجوز لوالد زوجته إنه يساعده من خلال زكاة المال ولا لا؟ عفوا، هو ما شأنه؟ عفوا، له دخل هناك فيه أو ليس له دخل هناك فيه؟ ليس له دخل يسير، ليس له دخل هناك مقدار فيه. المعيشة، مقدار المعيشة فقط. نعم، هو هل مدين. في إجازة لوالد زوجته إنه لا يساعده والد، إن هو شوف يا أخي، أنا سأطرح عليك سؤالا وأنت تقيم، يعني بسم هل الله. يجوز لوالد الزوجة أن يعطي زوج ابنته الفقير أو الغارم أو المسكين صدقة زكاة؟ نعم، يجوز له ذلك، لأنه لا يجب عليه الإنفاق عليه، وهو نعم، من الفقراء أو المساكين أو الغارمين، فيجوز لوالد الزوجة أو لغير والد الزوجة أن يعطيه مالا من مال الزكاة. طيب، يعني جزاك الله كل خير. إذا وارد يا فندم، وارد وارد. وارد.